نادوا بصوم واعتكاف، عايزين نعمل صيام وصلاة للعالم كله ولأي دين، اليهود المسيحيين المسلمين، عشان ربنا يفسد السحر ويفسد كل من يعمل بالسحر، ربنا ينتقم من كل من يعمل بالسحر، لأن الإرهابيين ليهم طقس، ومش بيبعت واحد بس مدربه، لا ده لازم طقس للشياطين حتى تستحب الشياطين ان هو يعربض على اي حد بيأمن بربنا وبيقعد للصبح. يعني ليلة محرجه المحلات بتاع باب الشعرية، كان في فرح خير الساعة 2، قعد الصبح فتح المحلات ويعربدوا، وعمر حنوة فتح قرآن والله فضح نحوم 3، الله يفضحهم، الله فضح ان بنجلاديش واندونيسيا الاسلاميين يقتلون المسلمين والمسيحيين، والسيخ فالسيخ يقتل المسلم والله يبارك السيخ يقتل الاسلامي والله يبارك السيخ، هنا بيقول لك ده بيقتل المسلم، لا بيقتل الاسلاميين اي العثمانيين اي الاقراض الاغتصاب اللي وامبارح لما اتحكم على واحد بنوا على قصره انه بيغتصب وبيقتل المسلمين وحرق القران. نصلي ان ربنا يفسد السحر في العالم كله مش بس في مصر، ويفسد من يعملون بالسحر وينتجم منهم ويفشلون فيما يصنعون. امين. مزمور 33، اشعياء 47، اشعياء 57، ان شاء الله اشعياء 13، اشعياء 14، لكل اولادهم ويريح العالم منهم يبيدهم من على وجه الارض. امين.